مداخلة هامة جدا الحقيقة مع الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على لجنة المسابقات. وأنا بعتبره يعني أخويا الكبير الحقيقة الحاج عامر، يعني ياما علاقات طويلة جدا، احنا اسكندرانية زي بعض بالمناسبة، فعلاقات طويلة جدا جدا، أنا مش هقول من كام سنة عشان ولا أكبره ولا أكبر نفسي. ازيك يا حاج عامر؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. أولا وحشني جدا، ويعني بقالي كتير قوي ما شفتكش، ولكن دايما بطمن عليك. الله يخليك يا كابتن اسلام، ربنا يكرمك. حاج عامر خليني أبدأ مع حضرتك الأول بكأس الرابطة. تم وضع التوقيتات لكأس الرابطة خلال الفترة القادمة. إيه اللي ممكن يحصل بقى بعد كده؟ يعني إحنا عرفنا إن في مباراة يوم 19 ومباريات أخرى يوم 26 و27 و28، وبعد كده المباريات في شهر 3. النهارده طبعا كان في القرعه بتاعت الثلاث انديه الصاعده من القسم الثاني، ايوه، الداخليه واسوان وحرس الحدود، بالاضافه الى رقم 15 الموسم اللي فات نادي غزل المحله. الاربعه اتعملت القرعه النهارده بينهم، المباراه الاولى اسوان وغزل المحله، ايوه، اسوان، والداخليه مع حرس الحدود في ملعب بيتش سبورت يوم 19. الاثنين الفائزين هيخشوا مع ال 14 اللي اتجنبوا، يبقى ده هيبقى فيه 16 نادي. نبدا من دور ال 16 نعم في شهر 3، الاجنده بتاعت شهر 3، وبعد كده الاجنده بتاعت شهر 6 ننهي فيها كاس الرابطه. طيب، السنه اللي فاتت شفنا ان الانديه او معظم الانديه شاركت ب مجموعه من الناشئين وباللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير، اعتقد ان ده لاقى نجاح كبير، ده في اول البطوله، يعني في النصف الثاني او النصف الاخير من البطوله كل الفرق اللي وصلت للمباريات النهائيه والقبل النهائيه شاركت بفرقها كامله. اعتقد ان ده شيء جيد جدا، وان هذه البطوله بتورينا جيل اخر من اللاعبين يا حاج عامر. اكيد طبعا في ناس استفادت في كاس الرابطه اللي فاتت، لان كان في 45 يوم كانت بطوله امم افريقيا، عشان كده عملناها بدور المجموعات. نعم. عشان كل نادي على الاقل يلعب 5 مباريات في الفتره بتاعت 45 يوم. النظام الموسم ده طبعا مختلف، ما عندناش احنا 45 يوم دولت. فبالتالي هتعمل بنظام خروج المغلوب. في انديه طبعا زي ما بنشوف من النهارده في ليفربول بيلعب دلوقتي، مانشستر سيتي، كله مريح لعيبه مطلع وجوه جديده. مظبوط. الانديه بتستفيد منها. وفي انديه بتيجي في النهايات بتلعب كامله. انما طبعا كاس الرابطه احنا عاملينه بما لا يضر المسابقات بتاعتنا، فبالتالي احنا ما عندناش الوقت الكافي. عشان كده بنلعبه وقت الاجنده في شهر 3 وشهر 6، لان احنا كان عندنا كاس الرابطه المفروض يوم 26 و27 دور ال 16، انما لما تم التوقف اللي احنا الحال اللي احنا فيه اتاجلت الجوله الرابعه، فاخدت ميعاد الكاس مصر اللي هو يوم 11 و12 12 عشان ما بوظش الجدول كله، لان احنا منزلين لغايه الجوله 29 لغايه شهر 5. فاخدت ميعاد كاس مصر يوم 11 و12 12 شهر 12 11 11 ديسمبر. اوكي، حطيت فيه الجوله اللي هي توقفنا عليها الفتره دي. تمام. واخدت الميعاد بتاع كاس الرابطه دور ال 16، اخدته وحطيت مكانه اللي هو كاس مصر اللي احنا قدمناه من شهر 12، فهيتلعب يوم 26 مباراه الاهلي و27 مباراه الزمالك، وفي مباراه الزمالك والمصري، وفي بيراميدز والبنك الاهلي 27، والاهلي والمقاولين يوم 26. فبالتالي رحلت معاك كاس الرابطه دوري 16 لشهر 3. نعم. والنهائيات في شهر 6 عشان ما اقربش الجدول بتاع الدوري كله. تمام.